كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، بمعنى أنه وقاية وحماية، أن ينزلق الإنسان في مزالق الهوى. إن وسيلة الشيطان هي الشهوات. الله تعالى لما لعن الشيطان، لعن إبليس وطرده، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. ففرح الشيطان وقال: لأغوينهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: لأحتنكن ذريته، ذرية آدم. فالله تبارك وتعالى شرع لعباده الاستغفار من الذنوب التي تقع، فإذا وقع الإنسان فريسة للشيطان فإنك تدفعه بالاستغفار الحقيقي الصحيح. ومن ذلك أيضا قهره بالصيام، لأن الصيام يسد مجاري الشيطان في عروق الإنسان، فيتغلب على شهواته ويقمع جماحه وشدته في ارتكاب شهوات، ويحسب للعمر حسابا إذا صام. وهذا ملحظ يشاهده كل إنسان، زيادة على ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة مما يحصل في أول ليلة من رمضان من تصفيد الشياطين وربطهم، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الأشهر، وإنما يربطون، ولا ينساق ويجري وراء الشيطان إلا الإنسان الذي لا يحتاج إلى جهد من إبليس، وإنما هو مهيأ ومستعد لتلبية الطلبات بأدنى الإشارات. ففي الصوم قهر لعدو الله، فإن وسيلة الشيطان هي الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. يقول الشيخ بن سعد رحمه الله: الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل من الإنسان المعاصي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب بالصيام إن عجزوا عن الزواج، لما للصيام من آثار عظيمة في كبح جماح النفس وكسر وطأة الشهوة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء يعني خصاء، يعني يحد من شهوته، يعني يصير الإنسان بالصيام ضعيفا، ليس عنده جموح وجنوح، وإنما يحسب لكل شيء حساب وتهدأ شدته وقوته. كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، بمعنى أنه وقاية وحماية، أن ينزلق الإنسان في مزالق الهوى.